قامت الشركة الناشئة مستشير بإطلاق عملية الاكتتاب لشراء أسهم الشركة في الفاتح من ديسمبر، لتستمر العملية إلى غاية 31 من الشهر نفسه كأول مرة في الجزائر. كما سيكون بإمكان المواطنين والشركات العمومية والخاصة اقتناء 25% من أسهم هذه الشركة. المزيد في تقرير أمين أوكالي. الشركة الناشئة مستشير بدأت من فكرة مبتكرة لثلاث طلبة منذ سنة 2022، ثم أصبحت شركة ذات أسهم بتسع مساهمين باعتبارها منصة رقمية للخدمات الاستشارية تضم شبكة واسعة من المستشارين بأزيد من 134 مستشار، وتهدف لنشر ثقافة الاستثمارات في الجزائر. اليوم الشركة تحقق نجاحا آخر باعتبارها أول شركة ناشئة تطرح أسهما بالبورصة الجزائرية. فيه سوق يدعى بسوق النمو، اللي هو سوق مسخر أساسا للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وحنا تحدثنا مرارا وتكرارا عن المزايا اللي ممكن تقدمها شركة البورصة لهذه الشركات، سواء من الناحية المالية لرفع رأس مالها جونفي 2025 بالترحيب بشركة مستشير إلى بورصة الجزائر. قدرت توصل إلى 29%، دونك عندنا واحد النمو في الأرباح، بالإضافة إلى أنه قيمة سهم مستشير ارتفع في سنتين فقط ب 19 مرة، وهذا الشيء بطبيعة الحال معلومات مالية اللي راح تحفز العديد من المستثمرين أنهم يستثمروا معنا، لأنه عندنا توقعات مالية للسنوات القادمة أنه راح نحققوا أرقام قيمة. بطبيعة الحال اللي يشتري أسهم مستشير راح يستفاد مرتين، أولا يدي نسبة من الأرباح على حساب عدد الأسهم اللي عنده، راه مساهم مشارك في مستشير، إضافة إلى عندما يرتفع سعر السهم يقدر أنه يبيع ذلك السهم ويحقق أرباح. عملية الاكتتاب لشراء أسهم الشركة الناشئة مستشير ستنطلق يوم الفاتحة من ديسمبر إلى غاية نهاية الشهر عن طريق منصة إلكترونية لتسهيل عملية شراء الأسهم، كما أنها ستطرح 125 ألف سهم بقيمة 760 دينارا جزائريا للسهم الواحد. قدرنا أننا نطور خاصية الدفع الإلكتروني، يعني يمكن لأي جزائري من أي مكان له في أول مرة في الجزائر أنه يشتري أسهم إلكترونيا، يعني يدخل المنصة يعمر المعلومات تاعو. بطبيعة الحال كاين وثائق يلزم يعمرها، الأمر بالشراء، استمارة، يعمر كل المعلومات تاعو ويدير دفع إلكتروني، يشتري الأسهم ويولي مساهم في مستشير. هذه راح تكون في السوق الأولي لأول مرة. مستشير أول شركة ناشئة تدرج في بورصة الأوراق المالية الجزائرية بصفة رسمية، قرار يعد بمثابة تحول نوعي في السوق المالية الجزائرية، وخطوة تعكس الإرادة القوية لتعزيز الاستثمار في الابتكار التكنولوجي وتشجيع الشركة الناشئة على تبني آلية تمويل